اللعيبه مشدوده قبل خلال المباراه مش بعديها، والنقطتين اللي راحوا، وخصوصا ان النادي الاتحاد طبعا اسم كبير ونادي كبير وعامل يعني عنده عدد نقط مش بطال، بس بالنسبه لسير المباراه جدا يعني تعطيل لعب كتير، يعني مفيش حاجه خالص هجمه واحده تقريبا. فده اللي زعل، يعني زعل ان ما كانش في حتى يعني حاجه تقول ان انت ممكن تتعادل او تتخطى. طبعا توفيق ربنا في الاول والاخر، الله يشكر اللعيبه، وانا يعني كان مزنون شويه من اول ماتش لان كان الماتش ده بالنسبه لنا مهم جدا بعد المباريات الكبيره، خصوصا ان احنا يعني انا متوسم فيهم ان هم ان شاء الله يقدروا يعملوا حاجه السنه دي. راضي عن اداء لاعبيك النهارده؟ اغلبيه الناس طبعا في شويه حاجات هنصلحها، لكن اغلبيه الناس الشده كانت زياده شويه من بره ومن جوه برضه، عشان ما نقولش ان هم متحملين مسؤوليه كامله. الشده ان هم عايزين يكسبوا اثرت.